مرة أخرى، وصلت باتجاه رومارينيو، محاولة تقدم، التلاعب، روما عدا، حمد الله سداد، حمد الله سجل في كل مرة، كيف لا يظهر وهو الكبير، كيف لا يظهر وهو الهداف، وهو الهداف، أهداف حمد الله عبد الرزاق، يسجل ويقدمهم ويظهر دائما، يظهر دائما ليسجل الأهداف ويقدم الأفراح، إنه عبد الرزاق. الله الله على روما والتلاعب على حمد الله، والنهاية سعيدة يا عميد، سعيدة يا عميد، عن طريق الرقم 9 اللي بيسجل، اللي بيقدم الإتي بثاني الأهداف، اللي بيصل إلى الهدف رقم 19 مع الإتي منذ قدومه، منذ قدومه في 23 مباراة. وبعد حمد الله سداد، حمد الله سجل في كل مرة، كيف لا يظهر وهو الكبير، كيف لا يظهر وهو الهداف، وهو الهداف، إنه عبد الرزاق. حمد الله يا ناس، حمد الله، حمد الله يا إتي. الجزاء عند حمد الله، عبد الرزاق أمام لقطة تسجيل ثالث أهداف العميد وثاني أهدافه في مباراة اليوم. عبد الرزاق، عاد لكم الهداف الكبير ليزاول مهمته المفضلة، مهمته المحببة، نعم أهدافه الواحد تلو الآخر في شباك الخصوم، ولا يكتفي، ولا يكتفي، يفرح مرة ومرتين وثلاثة، ولا يسجل الأهداف بمختلف الطرق، ولا يكتفي، إنه الظاهرة عبد الرزاق. حمد الله، وضعها حمد الله في شباك التعليم.